هاي حلقة جديدة من بزنس ماج ومجموعة أخبار اقتصادية منوعة من لبنان، الشرق الأوسط والعالم. مثل كل سبت منلتقي فيكم ببزنس ماج لنروح بجولة على أبرز الأرقام عن كبرى الشركات العالمية، بالإضافة طبعا لأخبار عن تكنولوجيا والمؤشرات الاقتصادية اللي بتهمكم. واليوم ببزنس ماج، إقبال على دين اللبناني، الدين الارتفاع غير مسبوق بوقت وزارة المالية سعيدة بالإقبال على الإصدار الأخير من يورو بوند. وبالحديث عن المديونية العامة ببزنس ماج، الترتيب العالمي للدول الأبرز ذات المديونية الأعلى، وين ترتيب لبنان على اللائحة؟ بدكم تتابعونا لتعرفوا الجواب. ببزنس ماج اليوم حديث خاص مع مستشار وزير الإعلام الكويتي رولان أبي نجم، الخبير بشبكات التواصل الاجتماعي، ومعه رح نعرف أكثر عن واقع الإنترنت بلبنان وكيف منقارنه مع بقية الدول العربية. من قطاع السيارات اليوم رح منضوي على نتائج الصانع الفرنسي بي اس اي بيجو سيتروان، يلي سجل ارتفاع بالمبيعات بنسبة 4.3%. بس طبعا خلينا نبدأ مع بعض الأرقام اللبنانية ويلي كان أبرزها بالأيام الماضية، إصدار سندات لإعادة تمويل الدين العام. الملفت بالموضوع هو الإقبال الكثيف على شراء السندات، وهالإقبال تخطى العرض بأربعة أضعاف. هل هيدا فعلا سبب الفرح أو التفاؤل؟ إقبال كبير على الدين بلبنان، السؤال بمكانه. يبدو اليوم أن وزارة المال والأوساط المصرفية عم بتركز على الإقبال على الإصدار الأخير دون التركيز على المشكلة الأساسية، وهي ارتفاع الدين لمستويات غير مسبوقة. وبالتفاصيل، فقد نجحت وزارة المال ومع بنوك سوسيتي جنرال، بلوم بانك وسيتي بانك بتسويق إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية يورو بوند بقيمة 2,200,000,000 دولار، وهو الأكبر منذ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية بالتسعينات، وبدل على تمتع لبنان بعنصر الثقة برغم أزماته السياسية والأمنية. هالنجاح بالإصدار هو نتيجة ثبات سياسة لبنان النقدية والمالية والمصرفية، ومساهمة مصرف لبنان بالسماح للمصارف بتسهيل شهادات الإيداع للاكتتاب بسندات، الأمر اللي بيوفر سيولة بالعملات وبيعكس إمكان تغيير نظرة مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية الأخرى للبنان من ناحية المخاطر المالية. والملفت للانتباه أن العروض كانت أكبر من الطلب بكتير، وتخطت 4.9 مليار دولار، قبلت منها وزارة المال 2.2 مليار دولار لتغطية احتياجات الخزينة بالعملات الأجنبية للعام 2015. وبيشير الصحفي عدنان الحاج إلى أنه أهمية نجاح الإصدار بهالمرحلة بتبرز من خلال الأجال الطويلة اللي تراوحت بين 10 و15 سنة من جهة، والفوائد يلي تعتبر متدنية نسبيا قياسا إلى تصنيف مخاطر لبنان الائتمانية اللي تعتبر منخفضة فيما يتعلق بمخاطر الديون من جهة تانية. منشير أيضا إلى أن الفائدة على الإصدار نسبتها 6.20% واستحقاق العام 2025، وهيدي الفوائد تعتبر جيدة ومقبولة بالنسبة إلى الكلفة ومخاطر لبنان والمنطقة. وبيكشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل عن إصدار جديد بمنتصف هالعام بقيمة 300 مليون دولار، وهو استبدال لاستحقاق من سندات اليورو بوند. منكمل بنفس الموضوع، ولكن رح ننتقل من لبنان لبلدان العالم. فموقع The Richest نشر تقرير بضم الدول الأعلى مديونية حول العالم، وهالشي من خلال قياس الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للوصول للدول اللي بتعاني من مستويات ديون غير مستدامة. اليابان احتلت المرتبة الأولى بنسبة 226%. المرتبة الثانية كانت من نصيب زيمبابوي، وهي متخلفة عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي من أكثر من 15 عام، حيث بلغت نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي 202%. ثالثاً اليونان، يلي عم تتداول أخبار جميع الصحف والنشرات الاقتصادية لجهة خروجها أو بقائها ضمن منطقة اليورو، حيث بتوجب على الاقتصاد اليوناني التسديد مليارات الديون لكل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة للمؤسسات المالية الأخرى، مع نسبة الديون 169% من الناتج المحلي الإجمالي. رابعا لبنان، يلي تضرر من المشاكل بين الأفرقاء السياسيين إضافة للحرب السورية، حيث وصلت نسبة الدين ل 163% من الناتج الاقتصادي. بالمرتبة الخامسة سانت كيتس أند نيفيس، وعلى الرغم من أنه إجمالي ديونها بتزيد عن مليار دولار بس، إلا أنها بتمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي يلي بلغت 200%. بالمرتبة السادسة أنتيغوا أند بربودا، دولة على البحر الكاريبي، وصلت نسبة ديونها للناتج المحلي الإجمالي
حوالي 130%. بالمرتبة السابعة إيطاليا، حيث تفاقمت أزمة ديونها مع الأزمة الاقتصادية ب 2008 وبلغت نسبة الدين الإجمالي 130% من الناتج الاقتصادي. ثانياً البرتغال، وهي ثاني الدول يلي شهدت خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد تأزم قطاع المالي، وبلغت نسبة الديون 129% من الناتج الاقتصادي. أما بالمرتبة التاسعة جامايكا، اللي وصلت نسبة الديون ل 127.3% من إجمالي الناتج. وبالمرتبة العاشرة آيسلند، وبلغت نسبة إجمالي الديون 118.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي بسنة 2012. شو هي المجالات الأكاديمية والمهارات المفضلة لدى أصحاب العمل؟ بخبرنا التالي رح نركز على تقرير نشره موقع بيت.com الرائد بمجال البحث عن الوظائف بمنطقة الشرق الأوسط حول مؤشر الوظائف بالمنطقة، واللي بيسلط من خلاله الضوء على سوق العمل. بشير التقرير إلى أنه مؤشر التوظيف المتوقع انخفض بشكل خفيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل 100 حاليا بالمقارنة مع 101 بآب 2014. كما انخفض مؤشر التوظيف بنقطة واحدة من 103 بآب 2014 ل 102 نقطة بشباط 2015. وبيشير المسح إلى أنه من المتوقع أنه يشكل الطلب لتوظيف محاسبين 17% ومديري مبيعات 16% النسبة الأعلى من التوظيف المحتمل للأشهر الثلاثة القادمة، وأنه تكون المناصب الشاغرة مركزة على المناصب المبتدئة والمناصب التنفيذية من المستوى المتوسط. أما على صعيد التوظيف بلبنان، فأعلن 27% من أصحاب العمل اللي شملهم الاستطلاع أنه رح يقوموا بالتوظيف خلال فترة 3 أشهر القادمة. كما وصلت نسبة الشركات اللي أكدت عن رغبتها بالتوظيف خلال فترة السنة الممتدة بين شباط 2015 وشباط 2016 ل 31% مقابل نسبة 24% بالمسح السابق. وهي طبعا إشارة إيجابية لسوق العمل اللبناني بظل الوضع الاقتصادي الحالي. بس شو هي المجالات يلي رح يتم فيها التوظيف بلبنان؟ الاستطلاع كشف أنه مجالات إدارة الأعمال هو الأكثر جاذبية لدى أرباب العمل بلبنان، حيث أنه 27% من المستطلعين عم يفتشوا عن متخرجين أو خريجين جامعات بمجال إدارة الأعمال، بيتبعوا مجال الهندسة 23% ومجال التجارة 22%. شو وضع الإنترنت بلبنان؟ عاطل إذا عم نحكي عن البنية التحتية، بس شو نسبة الاختراق وكيف فينا نصنف لبنان بالمقارنة مع الدول العربية؟ بعد مصر وزيارة الرئيس بوتين، يبدو أنه موسكو عم تسعى لزيادة الاستثمارات المتبادلة مع الدول العربية والتوجه لدول الخليج بمر عبر الإمارات. التفاصيل بعد بريك قصير. مرحبا فيكم من جديد ببزنس مانج، ومنتابع مع قطاع الانترنت، ومع حديث خاص اجريناه مع رولان ابي نجم الخبير بقطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي ومستشار وزير الاعلام الكويتي. خلال زيارته لبيروت تحدثنا مع ابي نجم وسالناه عن بعض الارقام يلي بتشرح اكثر كيف وضع الانترنت بلبنان ومدى تطور الاقتصاد الالكتروني. خلينا نشوف سوا الحديث. بدي رحب فيك استاذ رولان ابي نجم، انت خبير بوسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، وبنفس الوقت مستشار وزير الاعلام الكويتي، وعندك العديد من المحاضرات والدورات التدريبيه بمجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن اليوم ببزنس ماك بدنا نسلط الضوء شوي على هالعالم الجديد يلي صار له كم سنه، العالم كل الناس مركزه عليه. اول شيء بدي انطلق من لبنان. من لبنان، الانترنت بلبنان قد ايه حجم اختراق الانترنت بلبنان مقارنه بالدول العربيه يلي عم تحيط فينا؟ اول شيء كمان بشكر استضافتك لي بهالبرنامج. اذا بدنا نبلش بلبنان، نحن بلبنان اذا بدنا ناخذ البوبوليشن الموجوده ك 4 مليون لبناني، نطلع بس على الفيسبوك في عنا تقريبا 2.2 مليون شخص موجودين على الفيسبوك. هيدا بدل يعني اكثر من نص البوبوليشن موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي وعم بيكونوا اكتف على مواضيع الانترنت. نحن عندنا بطبيعة الحال المشكلة بلبنان هي موضوع بطء الشبكات، والشبكات كتير قديمة ومشاكل بالإنترنت، فهذا الشيء ما كتير عم يساعد تبعت تطور المواضيع. إذا بقى ناخد كومبيرينج للدول العربية أو المنطقة كلها، نجي نطلع أنه بالدول يلي ما فيها مشاكل، يعني مش عم نحكي عن سوريا، لكن نطلع بدول الخليج، يعني عم نحكي كويت، إمارات، اتسترا،
البوبوليشنز هونيك تبول العرب الموجودين يعني الكويتيه بقلب الكويت والاماراتيه نسبتهم كثير قليله، بينما الاغلبيه هونيك مقيمين، هن مقيمين واغلبيه مغتربين، مغتربين كان لبنانيه ولا اجانب من يوروب ولا من امريكا. فالموضوع هونيك الاستعمال تبع الانترنت اسرع بكثير لكثير اسباب، يعني نحن اذا هون بساعه بنقدر يمكن نعمل داونلود ل 100 ميج، هن بساعه بيقدروا يعملوا داونلود ل 2 او 3 جيجا او اكثر. فكرمال هيك ان تيرمز اوف يوزج هن عم بيكون عندهم هي اكثر، بس مور من وراء نسبه الاجانب الموجودين هونيك والاشخاص الموجودين عندهم هونيك، بينما نحن عندنا بلبنان بالنسبه للبوبوليشن لا اكيد نحن النسبه الاكبر. طيب اذا بدنا نحكي شوي عن قطاع الاعمال يلي كله عم يشتغل على الانترنت وعم بيطلع مصاري وعم بيربحوا وعم بيجيبوا عائدات من خلال شغلهم واعمالهم يلي عم بيركزوا فيها على الاونلاين، كيف بتقارن لبنان؟ هلا لبنان اغلبيه الاستعمالات بهذا الموضوع هن كمان من لبنانيه مختربين برات لبنان اكثر شيء بيستعملوا. اذا بدنا ناخذ استعمال مثل بس يكون في اي مناسبات هون بلبنان، الشركات كمان مفروض بالتسميات يلي مثلا بيبيعوا ورد او بيبيعوا اشياء سوفينيرز او اشياء ريليتد لسيرتن ايفنت مثل فالنتاين او وات ايفر، هول كثير بيستفيدوا من هول الاشياء كرمال اللبنانيين المختربين بيشتروا اشياء من هون كرمال يودوها للاشخاص اهلهم والقرايب هون بلبنان. للاسف نحن بعد ما في عندنا شيء بلبنان اسمه شيء قانون اعلام الكتروني او شيء بينظم العمل على وسائل التواصل الاجتماعي او بينظم العمل بكل اشياء الكترونيه، يعني انت هلا اذا صار عندك مشكل مع اي موقع الكتروني كان اعلامي ولا بزنس ولا تجاري ما في مرجعيه تقدر تراجع عنها في لبنان، وخاصه انه كل الشركات مبسوطين بالواقع الحالي لانه انت كل شيء عم تعمل ارباح بلبنان مضطر تدفع عليه ضرائب، مضطر تدفع ضرائب على الارباح تبعولك، بينما كل البارت اونلاين ما في شيء مرجعيه بتعرف انه انا كشركه قد ايه عم حط اعلانات على فيسبوك، قد ايه عم بدفع على فيسبوك، قد ايه عم طلع ارباح من وراء اشياء عم بيع سوق فيسبوك او اي سوشيال ميديا بلاتفورم او حتى عبر الموقع تبعولي او الاي كوميرس اللي انا بشتغل عليه. فكل مالك هذا الموضوع قطاع بعده غير منظم، الشركات مرتاحة لأنه غير منظم لأنه عم توفر حالة ضرائب، بس للأسف بس عم يكون في أي إشكاليات عم نوقع بمشكل أنه ما في الحكم يلي بيقدر يفصل بهول المواضيع. بس في شركات عندها كونتنت، في مصارف عندها تداول على الإنترنت، في مصارف عندها كتير شغل عم بيبين، ولا هيدا كمان مش مصرح عنه؟ كل يعني باغلبيه المواضيع هي مانا مصرح عنها الا الاشياء اللي عم تقطع السوق الليبانيز بانكس. هون رح اعطي اكزامبل، ثلاث ارباع البارات لبنان بيشتغلوا على شيء اسمه اونلاين باي بال. باي بال هي واحدة من اهم الاونلاين بايمنت جيت واي اللي بيستعمل. نحن عنا بلبنان للاسف لانه منه تراستد سورسز والشركات الكبرى ما بتوثق بعد اذا بدك السياسه اللبنانيه والاقتصاد اللبناني وبتعرف عمليات التحايل اللي بتصير داخليا. فكرمالك نحن بعدنا في عنا بنك واحد بس بلبنان مع شركه خاصه هن الوحيدين اللي بيشتغلوا كل شيء له علاقه بالاونلاين بايمنت، يعني بعدها كايند اوف مونوبولي اذا بدك، لانه للاسف ثلاث ارباع البنوك بعدها بتخاف تفوت بهذا الموضوع، في فرود كتير، في مشاكل كتير، فكرمال هيك بتفضل انه تو بي اون ذا سيف سايد تدرب برات هذا الموضوع. المزيد من ملف الانترنت وخصوصا كل ما بيتعلق بالخصوصيه، سرقه المعلومات الشخصيه، منشوفها بالجزء الثاني من الحديث يلي اجريناه مع رولان ابي نجم بالجزء الاخير من بزنس ماج، ورح منخبركم كمان كيف بتحموا حالكم لما تستخدموا الانترنت. قبل ما نتابع مع مزيد من الاخبار خلينا نروح بجوله مختصره ومفيده على ابرز الارقام من حول العالم مع البين نمبرز.
بعد هالأرقام اللي عرضناها خلال بزنس ماج، الأرقام الاقتصادية والنصايح اللي قدمناها لإلكن كيف تحموا حالكن لما تستخدموا الإنترنت، منكمل أخبارنا من موسكو يلي عم بتعاني من ضعف باقتصادها بسبب تراجع سعر النفط والضغوطات يلي عم بتمارسها الدول الكبرى عليها نتيجة الأزمة مع أوكرانيا. وبتطلع روسيا لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية باقتصادها والنظر بإمكانية إقامة مشاريع مشتركة خصوصا بمجال الطيران والبنية التحتية. وبهالسياق بيشير وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى إمكانية مشاركة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء الطرق بروسيا، وبالأخص المساهمة ببناء مشروع الطريق الدائري الرئيسي بمقاطعة موسكو. بتجدر الإشارة أنه مشروع الطريق الدائري الرئيسي هو مشروع تطوير البنية التحتية لموسكو بقيمة تقديرية بتبلغ 300 مليار روبل، أي حوالي 4.86 مليار دولار، وبمول الصندوق الوطني الروسي المشروع ب 150 مليار روبل. وأضاف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنه التركيز ما رح يكون بس على التبادل التجاري للمنتجات الجاهزة بين البلدين، بل بالتعاون بمشاريع مشتركة وخصوصا بمجال الطيران. وتعد دولة الإمارات إحدى أهم الشركاء التجاريين لروسيا بمنطقة الخليج العربي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات سنة 2013 حوالي 2.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 60% بالمقارنة مع 2012. وبلغ حجم رأس المال الإماراتي بروسيا بالعام 2013 حوالي 264 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار لروسيا بالإمارات. بعد هالأرقام منأخذ بريك قصير ومنتابع الجزء الأخير من بزنس ماج، وراح نحكي كمان عن المزيد من أخبار التواصل الاجتماعي ومنقلكن كيف بتحموا صورتكن وبياناتكن من السرقة على الإنترنت. رحب فيكم مشاهدينا من جديد ببزنس ماج، المجلة الاقتصادية الوحيدة على التلفزيونات بلبنان، ومنوصل للجزء الأخير ومنتابع سوى الجزء الثاني من الحديث يلي أجريناه مع رولان أبي نجم الخبير بقطاع الإنترنت والسوشيال ميديا حول مشاكل الإنترنت والتحديات يلي عم بتواجه الشركات الحكومات والأفراد بموضوع حماية الخصوصية والمعلومات السرية. مجددا برحب فيك ببرنامج بزنس ماج على شاشه المستقبل استاذ رولان ابي نجم، خبير بشؤون التواصل الاجتماعي ومستشار وزير الاعلام الكويتي. كنا عم نحكي عن الانترنت بلبنان وبالعالم، قديش نسبه الاختراق. هلا انا بدي اسالك، انه اليوم في خروقات كثير، في تسريبات كثير عم تصير لانظمه المصارف العالميه، بالاضافه كمان لمراقبه الصفحات الشخصيه. كيف عم بيصير هذا الشيء؟ كيف الواحد بيقدر يحمي حاله؟ أول شيء نتفق على شغلة، ما في شيء اسمه 100% secure. يعني طالما أنت ما في حماية، ما في حماية يلي هي 100%، أنت اللي فيك تعمله بتقدر تشتغل على حالك تيكون عندك أعلى level ممكن من الحماية. أوكي. بس تنجي نقول بأي لحظة نحن صرنا 100% secure، هاي منكون عم نضحك على حالنا وعم نضحك على العالم. نعم. الشغلة الثانية الأهمية في what we call social media security awareness، يلي هي أغلبية الخروقات عم تصير هي من وراء، إذا بدك قلة خبرة أو قلة وعي عن اليوزر، عن المستعمل تبول الإنترنت، المستخدم. نعم. مستخدم الإنترنت يلي هي أوقات من وراء حدا بيبعث له لينك أو إيميل أو واتفر ما مفروض يفوت عليه، بيفوت عليه بكلفه هذا الموضوع ينسرقوا الحسابات تبعه. يعني أنت بتنبه الكل إنه لما بيجيكم رابط أو لينك من حدا ما تكبسوا عليه إلا ما تكونوا عارفين شو هو. هون المشكلة لأنه نحن مثل ما بتعرف السوشيال ميديا هي ترند، ما بيتعلموها إجمالاً لحديتها لا بالمدارس ولا بالجامعات، هي هلا صار في تريننج سنترز أو وركشوب ينعملوا كرمال يعطوا أورنس بهذا الموضوع. بس كل العالم اللي بلشت تستعمل السوشيال ميديا ما عندها المينيمم اورنس الموجوده بخصوص هذا الموضوع، فهذا سبب اساسي عم يسبب موضوع الاختراقات اللي هلا عم تصير. بلس نحن هلا اذا بدك بعالم كل الاشياء الداتا الموجوده اونلاين، حضرتك سالت سؤال انه انا الداتا الموجوده تبعولي وين موجوده؟ مزبوط. انا عم طلع صور على فيسبوك، هول الداتا موجودين على اي سيرفر، باي لوكيشن، بامريكا، باليابان، بالصين. لما بنحكي عن شيء اسمه انترنت كلاود، هذا الكلاود شو معناته؟ الداتا الموجوده وين؟ هيدا الشيء كتير مهم، لأنه حالياً أنت موجودين داتا تبولك somewhere بمحل بهالعالم، بس no way تقدر تعرف ولا وين ولا بأي محل. ولما عم بيصير في كتير خروقات، نحن عرفنا أنه أكبر شركات بالعالم فيسبوك، تويتر، لينكدإن، مايكروسوفت، أوراكل، أبل، كل الشركات تم اختراقهم. لما تم اختراقهم كل المعلومات تبعولك وتبعول اي شخص، وعرفنا كثير عن سيلبرتيز برا بانترناشونال تم خرق صور عند القراصنه 100%، وخرق صور كثير شخصيه وكثير بيرسونال لالون. فال
ابسط شيء اللي ممكن نقوله للعالم انه اذا انت بدك المعلومات تبعولك ما يكونوا بابليك ما تحطهم اونلاين. هذا ابسط امور، هذا اتيس بيكون حميت حالك بمحل معين. لانه هون في كتير عالم تجي بتتكل انه انا الصور تبعولي محطوطين على فيسبوك بس برايفت، بس الفرنس تبعولي بيشوفون. هذا شيء كايند اوف مش مزبوط. لا بعدين مش بس هيك، في شيء اخطر من هيك، في ناس عم تعمل تشات على فيسبوك وبيكتبوا كتير اسرار وارقام حسابات مصرفيه، بيقول له ببعث لك الرقم مثلا، هذا كمان شيء منه مزبوط. لان هون كمان بنرجع نقول التشفير حاليا منه موجود بوسائل التواصل الاجتماعي، واذا كان موجود بيكون موجود بالمينيمم ريكوايرد. بلس رح اعطي مثل كتير صغير عن فيسبوك، اذا الواحد هلا دائما في شيء بنسميه تيرمز اند كونديشن باي موقع موجود على التواصل الاجتماعي، هو التيرمز اند كونديشن كل واحد بحط اكسبت عليهم بلا ما يقراهم، بيكون عندك هو موافق على كل الشروط. انا موافق على كل الشروط، من ضمن هول الشروط اخر شروط تبع الفيسبوك حاطين فيها انه انا كفيسبوك بحق لي اطلع اذا انت فتحت اي موقع تاني عم بتطلع انت وين عم تفوت، على شو عم تفتش، على شو عم تعمل، تا انا استفيد من هول المعلومات واجي اسوق لك مواضيع معينه انت بعرف انه هول بتستفيد منها وممكن تكون بحاجه لها. ان شاء الله اكيد رح يكون لنا لقاءات تانية معك لحتى ننصح الناس نوعية على هالموضوع اللي كتير مهم. شكرا لك خبير التواصل الاجتماعي رولان ابي نجم ومستشار وزير الاعلام الكويتي ببزنس ماج. شكرا لك. شكرا. خبرنا الاخير بحلقه الليله من قطاع السيارات، حيث سجلت مجموعه شركات السيارات الفرنسيه بيجو سيتروان قفزه بالمبيعات حول العالم مع زياده بنسبه 4.3% خلال العام الماضي بالمقارنة مع سنة 2013، فقد باعت 2,393,000 سيارة بالوقت يلي كانت المبيعات تراجعت ما يقارب 5% بسنة 2013. وبالرغم من أنه الرقم بعيد عن الرقم القياسي اللي حققته المجموعة عام 2010 حيث باعت أكثر من 3.6 مليون سيارة، فهو يعد طفرة للمجموعة اللي عانت من التراجع بمبيعاتها خلال 3 سنين الماضية. وبعود السبب بزيادة المبيعات لسوق الصين اللي باعت فيها 734,000 سيارة العام الماضي، مما جعلها تحتل المكان الأولى بسوق سيارات المجموعة الفرنسية، فارتفعت مبيعات بيجو بمفردها بنسبة 43%، وهي أقوى تقدم بتسجله الشركة، كما بلغت مبيعات سيتروان بالصين 320,000 سيارة بزيادة 14% مقارنة بالعام 2013. كما نجحت مجموعة شركات بيجو سيتروان بزيادة مبيعاتها بأمريكا الجنوبية حيث باعت 200,000 سيارة، واحتلت المجموعة مركز الصدارة بتونس ومصر اللي ارتفعت فيها مبيعات بيجو بنسبة 77%، أما بأوروبا فباعت الشركة 1.8 مليون سيارة بزيادة 8.1% بالمقارنة مع عام 2013، خاصة بيجو موديل 308 اللي تم اختيارها سيارة العام 2013 واللي انباع منها 56,900 سيارة. كما ارتفعت مبيعات بيجو بأوروبا بنسبة 6.2%، حيث باعت 950,000 سيارة بسنة 2014، أما سيتروان فارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.2%. وأشارت لجنة صانعي السيارات الفرنسية إلى أن مبيعات المجموعة ارتفعت بفرنسا بنسبة 1.6% بسنة 2014. هل ممكن ننهي بزنس ماج من دون كوتس؟ طبيعي لا. خلينا نروح بجولة سريعة على أبرز التصريحات الاقتصادية للأسبوع مع كوتس. بزنس ماج لليوم انتهى، منشوفكم الأسبوع المقبل مع أرقام أرباح خسائر ونصائح تكنولوجية جديدة. أرقام على أرقام تفرق، بزنس ماج كل الأرقام الأساسية. باي باي.